نشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. بومبيو يقول إن واشنطن تسعى إلى إنشاء تحالف استراتيجي مع مصر والأردن ودول الخليج لمواجهة إيران، ويلوح بعودتها عسكريا إلى سوريا. باليأس أو بالانهزام رغبة. عشرات القتلى والجرحى من قوات هادي في هجوم نوعي على قاعدة العند في لحج. القاهرة تتدخل لوقف التصعيد بين فتح وحماس، والحركة تؤكد عدم ممانعتها عودة السلطة إلى معبر رفح. 2019-2025. مادورو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لفنزويلا لولاية جديدة. وفي النشر على وقع أنغام مغربية أغنية فلسطينية تناشد لإنهاء الانقسام. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك عسكريا مجددا في سوريا في حال دعت الضرورة. وفي خطاب له في الجامعة الأمريكية في القاهرة قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تنفيذ تحالف استراتيجي مع مصر والأردن ودول الخليج لمواجهة نفوذ إيران، مضيفا أن لحزب الله وجودا كبيرا في لبنان لكن الولايات المتحدة لن تقبل ذلك كأمر واقع. وكان بومبيو جدد عقب لقائه نظيره المصري عزم بلاده على سحب قواتها من سوريا قائلا إن الحرب ضد تنظيم داعش ستتواصل. ستظل الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب شريكا ثابتا في المنطقة لمصر وغيرها. إننا نحث كل بلد على اتخاذ إجراءات مجدية لدحر الإرهاب وإدانة جذوره الأيديولوجية. لن تحاربوا هذه المعارك وحدكم، سنواصل العمليات العسكرية ضد داعش والقاعدة وغيرهما. من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري هناك تنظيمات إرهابية منتشرة في سوريا وليبيا وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، معلنا الاتفاق على عقد الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي هذا العام. الحوار الاستراتيجي هو حوار واسع يتضمن الشق السياسي والاقتصادي والتعاون العسكري والتعاون الفني، سواء كان في التعليم أو الصحة أو مجالات الأخرى المرتبطة بالتنمية في مصر. وبالتالي يحتاج الأمر إلى تحضير جيد لعقد هذه الجولة، وهذا ما عزمنا على بدء إطلاق المشاورات الداخلية فيما بين الأجهزة تحضيرا لهذا الاجتماع حتى يكون له مخرجات محددة في دعم العلاقة والسير بها قدما. كلام بومبيو عن حزب الله يتزامن مع هواجس إسرائيلية من الحرب المقبلة التي لن تكون نزهة بالنسبة لإسرائيل وفق ما يؤكد خبراء، ولا سيما في ظل التقديرات التي تتحدث عن عدم جاهزية جيشها للحرب وعن تطور قدرات حزب الله وقوته. هذا تقرير لمنال إسماعيل. على وقع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، لا تزال أصداء التقرير الذي أصدره مفوض شكاوى الجنود إسحاق بريك بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب المقبلة تتردد في إسرائيل. إسحاق بريك أنهى اليوم مهامه كمفوض لشكاوى الجنود بعد فترة عاصفة جدا، قدم في نهايتها تقريرا انتقاديا جدا ضد الجيش الإسرائيلي الذي كان عنوانه العريض أن الجيش غير مستعد للحرب. المشكلة الأساسية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي اليوم برأي بريك هي أنه بني بناء على تحديات آنية من دون الأخذ في الحسبان التطورات التي قد تشهدها جبهات القتال ضد إسرائيل. قبل سنوات قرروا بشأن حجم الجيش، والتهديد الذي تعاملوا معه كان التهديد الذي كان قائما آنذاك، لبنان حزب الله وغزة حماس. لكن تبين أن هناك تغييرا في الشرق الأوسط، السوريون عادوا، وهذا يعني أن التهديد المركزي لم يؤخذ بالحسبان وهو قائم اليوم أمامنا. من الذي يبني جيشا لما هو قائم الآن؟ كيف يبنون جيشا من دون أن يأخذوا بالحسبان التغييرات في الشرق الأوسط؟ هذه مسؤولية على المستوى الوطني. بريك حذر أيضا من شكل الحرب المقبلة وآثارها على إسرائيل.
الحرب المقبلة ستكون على 4 جبهات مقابل غزة ولبنان والسوريين وإيران مع آلاف الصواريخ على إسرائيل. وأنا أقول إذا حصلت الحرب الآن فإن حرب يوم الغفران ستكون نزهة مقابل ما ينتظرنا في الحرب المقبلة. مقابل كلام بريك، أجمل ضابط إسرائيلي تعامل الجيش الإسرائيلي مع حزب الله الذي يبدو مختلفا تماما عام 2019. حزب الله اليوم غير الذي عرفناه سابقا، مقاتلوه منضبطون ومدربون ويريدون القتال على نحو مباشر مع جنودنا ويعملون وفق نظرية قتالية. حزب الله ليس غبيا، هو يحمل أيديولوجيا وطنية للدفاع عن لبنان وعناصره يتسابقون لاستخلاص العبر من القتال ضدنا. وبين تقرير بريك واعتراف الضابط الإسرائيلي بقدرات حزب الله، حذر معلقون من أن الحزب يملك اليوم أيضا ميزة تفوق في التجربة القتالية التي راكمها في حربه الناجحة في سوريا ضد داعش. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن التعاون مع إسرائيل حول سوريا آخذ بالاتساع. وفي حديث لموقع اي نيوز اي 24 نيوز الإسرائيلي، أكد ريابكوف أن روسيا حاولت قدر المستطاع تقليص الوجود الإيراني في سوريا، مضيفا أن عدم الموافقة على إلغاء بعض العقوبات الأمريكية على طهران أثر على هذه المحاولات. وأضاف أن روسيا تراقب باستمرار من وصفها بالميليشيات الشيعية في سوريا ومن بينها حزب الله. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن بلاده ستنفذ العملية العسكرية ضد المسلحين الكرد إذا ما طال الأمريكيون في الانسحاب من سوريا. وقال أوغلو في مقابلة تلفزيونية أنه على الرغم من إعلان واشنطن أنها ستنسحب من سوريا، هناك من يعمل من أجل عدم حدوث ذلك. لا تعتمد عملياتنا ضد وحدات حماية الشعب على انسحاب الولايات المتحدة من سوريا أو عدمه. قال رئيسنا إننا سندخل شرق الفرات ونبدأ هذه العملية قبل اتخاذ هذا القرار، ولكن إذا كانت عملية الانسحاب الأمريكي ستطول وإذا قاموا بتأخيرها بأعذار زائفة وسخيفة كتصريحات غير واقعية مثل الأتراك سيذبحون الكرد، عندها سنبدأ عملياتنا في شرق الفرات. كذلك أكد وزير التركي أن بلاده لن تقبل أي إملاءات أمريكية بشأن شراء منظومة S-400 من روسيا. لقد أبلغنا الولايات المتحدة رسميا قبل عام ونصف عام أننا نريد شراء نظام دفاع باتريوت، هذا هو مطلبنا وهذه هي رغبتنا. نرفض أن تفرض أمريكا علينا شرط إلغاء صفقة منظومة S-400 من أجل بيعنا منظومة باتريوت. ومن موسكو، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري أن المساعي الروسية الإيرانية التركية المشتركة ترمي إلى إطلاق العملية الدستورية في سوريا. أنصاري وخلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينان في موسكو قال أن التعاون المشترك في إطار صيغة السنة أثبت أهميته خلال عدة سنوات. وأضاف أن سوريا تمثل أحد أهم مواضيع التعاون بين روسيا وإيران، لافتا إلى أن البلدين حققا نتائج مهمة في محاربة الإرهاب. المساعي الروسية الإيرانية المشتركة بالتعاون مع الجانب التركي هدفها تخطي العراقيل التي تضعها دول ما يسمى المجموعة المصغرة، أي بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية والأردن، على طريق تأليف اللجنة الدستورية المتفق عليها بين رعاة أستانا وإطلاق عملها للمضي قدما في العملية السياسية في سوريا. قال وزير الخارجية الفرنسي جان فلودريان أن فرنسا ستسحب قواتها من سوريا عندما يجري التوصل إلى حل سياسي للصراع فيها. وفي مقابلة مع قناة سي نيوز الفرنسية، أكد لودريان ضرورة حماية الكرد، معلنا عن زيارة له إلى المنطقة في الأيام المقبلة. يجب على المستوى الدولي أن يتم الحفاظ على أمن الكرد مع حلفائنا وشركائنا. سأزور العراق خلال أيام وسأذهب إلى كردستان،
وسألتقي المسؤولين العراقيين الجدد وتحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة. لن أكون فقط في بغداد تقريبا في كل مكان، ولكن لن أقول أكثر لاعتبارات أمنية. أحاول المساهمة مع آخرين بحيث يتم احترام كرد سوريا في نضالهم وهويتهم بما يجنب حصول حرب جديدة في سوريا. أنهت جبهة النصرة سيطرة كل الفصائل المسلحة في إدلب وريف حلب الغربي وحما الشمالي الغربي بعد معارك لم تستغرق سوى عشرة أيام، وأجبرتها على الانسحاب من معظم مناطقها تحت أنظار نقاط المراقبة التركية، حيث تقول أنقرة أنها تتخذ إجراءات لوقف تقدم المجموعات الإرهابية. هذا تقرير لديما نصيف. علي جابر باشا لم يشهد تحقيق أي من وعوده بمواجهة النصرة، والمسلحون الذين ساروا على دربه طيلة السنوات الماضية لن تتاح لهم الفرصة مرة أخرى للقتال تحت راية أحرار الشام بعدما اقتلعهم الجولان من مناطق سيطرتهم في إدلب وأريافها. ولا عزاء لأبي عيسى الشيخ أبرز وجوه القاعدة، ولا إمارة له بعد الآن في إدلب، ولا لقائد أحرار الشام. المعركة حسمت بهزيمتهم واتفاق استسلام لمن ينهي المذبحة بشروط النصرة. أكثر من 2000 مسلح من أحرار الشام يستعدون لمغادرة مناطق سهل الغاب وشحشبو في ريف إدلب الجنوبي باتجاه عفرين. الحركة انضمت إلى قائمة الفصائل الطويلة التي صفتها النصرة خلال السنوات الماضية بعدما دربها الأمريكيون والسعوديون والأتراك. الزنكي وأحرار الشام وصقور الشام وآلاف المسلحين انهاروا بساعات وسلموا مناطقهم للنصرة من دون قتال يذكر. جبهة النصرة اجتاحت ريف حلب الغربي وإدلب وشمال غرب حماة وباتت تسيطر على معظم المناطق، واعتقلت خلال أيام مئات المسلحين من أكبر فصائل الشمال الإخوانية التركية التسليح والتدريب، واستولت على الصواريخ ومستودعات الأسلحة التي ملأها السعوديون والقطريون عبر تركيا. الأتراك أشعلوا النار بين الفصائل القاعدية والإخوانية عندما وافقت الأخيرة على القتال إلى جانب الجيش التركي العلماني ودعم عملياته ضد النصرة في إدلب كما ينص ساتشي. الاحتكام إلى الدبابات كان أقرب من الاحتكام لقرارات الهيئات الشرعية. إنهاء سيطرة الفصائل المسلحة في إدلب رسالة واضحة من الجولان الذي بات يسيطر على كامل المحافظة لأنقرة التي تركت فصائلها تواجه مصيرها المحتوم بأنه لن يسمح بإفلات الإمارة من قبضته أو قراره مهما كلف الأمر. ديما نصيف، دمشق، الميادين. قتل وجرح العشرات من القيادات العليا لقوات التحالف السعودي في عملية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية على قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد. القوات المسلحة اليمنية اعتبرت أن هذا الهجوم هو رسالة بأن سلاح الجو أصبح أكثر تطورا ودقة، وأن قوى العدوان في مرمى نيرانه حتى في سقطرى والمهرة. هذا التقرير لهبة محمود. كانت هذه اللحظات الأخيرة لطائرة قاصف كيتو من دون طيار قبل أن تهبط من السماء إلى الأرض وتتحول إلى شظايا، محولة استعراض القوة العسكري الذي كان التحالف السعودي يقيمه في قاعدة العند العسكرية إلى مسرح لهجوم مباغت من الجيش واللجان الشعبية. عشرات القتلى والجرحى من قوات هادي والأعداد إلى ازدياد. هي ضربة قاسية على التحالف السعودي، ليس لاستهدافها أكبر قاعدة عسكرية في البلاد فقط، وإنما أيضا لأنها طاولت مراكز عليا في قوات هادي كرئيس هيئة الأركان العامة ونائبيه ورئيس هيئة الاستخبارات وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد محور العند ومدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، إضافة إلى محافظ لحج ومسؤولين آخرين، فيما أضافت مصادر إعلامية محلية أن هناك ضباطا إماراتيين وسودانيين بين المصابين. مصادر عسكرية يمنية قالت للميادين إن الهجوم الجوي تم بعد عملية رصد دقيق للتحركات داخل قاعدة العند. بعد رصد معلومات استخباراتية دقيقة لهذه القاعدة الاستراتيجية من حيث الأهمية
العسكرية التي يستخدم للأغراض العسكرية من خلال إقلاع بعض الطائرات سواء كانت التجسسية أو الطائرات المقاتلة، وكذلك لحشد المرتزقة وقواهم من التنظيمات الإسلامية الإرهابية التي اليوم تقاتل في الساحل الغربي. يستمر إذن مسار عمل القوات المسلحة اليمنية بشكل تصاعدي، وكان العميد يحيى سريع الناطق باسمها قد أعلن سابقا أن سلاح الجو المسير نفذ خلال العام الماضي 38 عملية، 28 منها في الداخل، وعشر استهدفت منشآت عسكرية خارج اليمن وتحديدا في السعودية والإمارات. لذلك قال مصدر للميادين أن رئيس الفريق الأممي في الحديدة باتريك كيميرت ينحاز إلى فريق التحالف السعودي ويتبنى رؤيته في مسألة إعادة الانتشار في المدينة. وبحسب المصدر فإن كاميرت طلب من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الانسحاب من الحديدة لمسافة 8 كيلومترات مقابل انسحاب قوات التحالف مسافة نصف كيلومتر فقط. وأضاف أن الهدف من طلب كاميرت قد يكون تهيئة الأوضاع لقوات التحالف السعودي من أجل اقتحام المدينة، مؤكدا أن انحياز كاميرت أفقد قيادة الجيش اليمني واللجان الشعبية ثقتها بالأمم المتحدة. ينضم إلينا من صنعاء عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله السيد محمد البخيتي. أستاذ محمد حياك الله بداية، واسمح لي مباشرة أسأل عن هذه الاتهامات أولا التي الموجهة لرئيس الفريق الأممي في الحديدة، ما هي الأسس التي يمكن الاستناد عليها لتوجيه الاتهام للسيد كاميرت بأنه منحاز للطرف الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ البداية نحن قد أدركنا انحيازه للطرف الآخر، ولكن في النهاية اتفاق ستوكهولم واضح في أن قضية الفصل بين القوات بأن وانسحابها إلى أماكن يتم الاتفاق عليها هي لا تعطي باتريك أو غيره سلطة تحديد هذه الأماكن التي ينبغي الانسحاب إليها، وإنما مرجعية ذلك هي الطرفي الصراع من خلال لجنة التنسيق. وأيضا ينبغي أن يكون إعادة الانتشار آمن لكلا الطرفين بحيث يمنع استفادة الطرف من إعادة الانتشار. وبالتالي ليس إذا كان هذا، لأنه ليس عندي معلومات، ليس عندي معلومات حول هذا الموضوع، ولكن في النهاية هو ليس الشخص المطول بتحديد طريقة انتشار القوات. طيب هناك في نوع من الاتهامات المتبادلة في نوع من عدم الثقة، خاصة فيما يتعلق بمسافة الانسحاب أو حتى الترتيبات الأمنية المتعلقة بالحديدة. بالنسبة لكم ما هي هواجسكم في هذا من خلال هذه الآليات؟ طبعا ينبغي علينا أن ندرك أن الأساس على الاتفاق هو حول موضوع ميناء الحديدة، فدول العدوان عطلوا ميناء الحديدة بحجة أنه يستخدم لتهريب السلاح، وأيضا أننا نستفيد ونستحوذ على إرادته. فقبولنا بوجود رقابة من الأمم المتحدة بالمراقبة على السلاح والمراقبة على إرادة الميناء وتسليمها إلى البنك المركزي من أجل دفع مرتبات الموظفين أو المساهمة في دفع مرتبات الموظفين في مقابل التزام البنك المركزي بتغطية بقية مرتبات الموظفين، قبلنا بوجود هذه الرقابة من أجل إسقاط حجج دول العدوان للاستمرار في إغلاقه، ويفترض أن يكون هذا كافيا. لكن للأسف الشديد هم اشترطوا قضية تسليم المدينة وتسليم أيضا الميناء للأمم المتحدة، ولكننا رفضنا، وفي النهاية تم التوصل لاتفاق لتسليم كل محافظة الحديدة للسلطة المحلية. طبعا قبل أيام اجتمعت السلطة المحلية وأصدرت بيانا أكدت فيه أن أنصار الله وكذلك حلفائهم قد أدوا ما عليهم من التزامات في الانسحاب
من الميناء. ولكن للأسف الشديد أن دول العدوان ومرتزقتها لم ينفذوا ما عليهم. طيب سيد سيد المخيط، كان باتريك صادقا فعليهم الآن أن يسلموا السلطة، أن يجبروا دول العدوان ومرتزقتهم إعادة الانتشار من طريق صنعاء الحديدة وتسليمه للسلطة المحلية. الهجوم اليوم على قاعة العند سيد البخيتي، أولا ما هي الرسالة التي يعني أردت يعني كانت وراء هذا الهجوم، وهل تتوقعون أن تؤثر على كل المسار الذي بني في ستوكهولم؟ طبعا هذه العملية هي تؤكد للجميع بدون أدنى شك أن قدرات الشعب اليمني التسليحية والدفاعية قد تطورت بشكل كبير جدا، وأيضا هذه يعني هناك رسالة واضحة من هذه العملية بأن قيادات العدوان ومرتزقتهم في الداخل والخارج أصبحوا هدف سهل سواء للطيران المسير أو للصواريخ البالستية، وأنه لم يعد في إمكانهم ممارسة عدوانهم من اليمن سواء من الداخل اليمن أو من خارجها بشكل آمن. هم قد أصبحوا مستهدفين، وهذه أيضا رسالة بأنه لم يعد في إمكانهم حسم المعركة عسكريا، وأن رهانهم على حسم المعركة عسكريا رهان خاسر، وبالتالي عليهم أن يقبلوا بالخيار السلمي على أساس تشكيل سلطة انتقالية جديدة مقبولة من جميع الأطراف، وهي ستكون المعنية بالسلطتها على مختلف المحافظات اليمنية، واستلام السلاح من كل أطراف الصراع، وأن لا أن 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 يوقفوا السعي أو محاولة الانفراد بالقرار السياسي. طيب سيد بخيتي، اليوم القوات المسلحة اليمنية اعتبرت أنه الهجوم رسالة بأن سلاح الجو أصبح أكثر تطورا وقدرة، وهو قادر على تنفيذ مثل هذه العمليات، وأن في مرمى نيرانه مناطق مثل سقطرة والمهرة. لماذا سقطرة والمهرة تحديدا؟ يعني هذا تهديد لمن في البيان؟ طبعا هذا التهديد هو لقوات دول العدوان التي تتواجد بشكل كبير في سقطرة وكذلك في المهرة لأهداف توسعية. فالآن أصبح من الواضح للجميع أن الإمارات تسعى لاقتطاع جزيرة سقطرة واقتطاع أجزاء أخرى، وكذلك تفعل السعودية. وطبعا الجيش اليمني قد استخدم هذا النوع من السلاح في عمليات ناجحة، ولكن كانوا يقومون بإخفائها، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن ولا زال الجيش اليمني يعمل بشكل كبير من أجل زيادة مخزون الجيش اليمني، المخزون الاستراتيجي للجيش اليمني، سواء من سلاح طيران المسير أو الصواريخ البالستية أو الصواريخ البحرية، وبالتالي عليهم أن يدركوا أن هذه فقط مجرد رسالة وأن القادم أعظم. شكرا جزيلا لك سيد محمد بخيتي، عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله، كنت معنا مباشرة من صنعاء. عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله سليم المغلس كشف عن تحضير التحالف السعودي وحلفائه لتصعيد جديد في اليمن ولخرق اتفاقية السويد في الحديدة. المغلس وفي اتصال مع الميادين أكد التزام أنصار الله وبدء تنفيذها لاتفاقية ستوكهولم. التصعيد واضح في كافة الجبهات، وهذا اللقاء أيضا يأتي في هذا الإطار، في إطار التصعيد تحالف العدوان تجاه اليمن ومحاولة إفشال اتفاق السويد. نحن أكدنا بأن هذه أيضا رسالة قوية لدول تحالف العدوان أن ما أقدمنا عليه في السويد من تنازلات ليست من موقف ضعف، وإنما من موقف قوة، ولدينا القدرة على أن تطال يدنا القوية والعسكرية إلى عقر دارهم وإلى أكبر قاعدة لديهم. قام وفد أمني مصري بزيارة إلى قطاع غزة لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالقطاع. الوفد الأمني بحث مع مسؤولي حماس ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائدها في غزة يحيى السنوار.
المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع قال أن حماس ليست معنية بأي أزمة في معبر رفح، وأكد عدم ممانعتها عودة موظفي السلطة إلى المعبر أو تشكيل لجنة وطنية لإدارته في حال رفضهم ذلك. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أنه تقرر تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى روسيا. وفي تغريدة على تويتر قال أبو مرزوق أنه خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف جرى الحديث عن تأجيل الزيارة لوقت آخر لانشغال وزير الخارجية، مع حرص المسؤولين الروس على إتمامها. السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل قال أنه تبلغ من بوغدانوف قرار موسكو إرجاء زيارة هنية. وفي مقابلة مع الميادين أبدى نوفل اعتقاده أن إنهاء الملف السوري سيمهد للانتقال إلى الملف الفلسطيني الأعقد في المنطقة. أبلغني السيد بوغدانوف خلال الحوار تحدثنا فيه عن العلاقات الثنائية وتطورها ومجالاتها، أنها القيادة الروسية وزارة الخارجية قررت تأجيل زيارة الوفد حماس إلى موسكو، ولسبب بسيط أنهم يريدوا أن يكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل، بعيدا عن أي تعقيدات أو تفسيرات مختلفة هنا وهناك إسرائيلية أو من الإخوة في حماس أو من طرف، هم فقط أرادوا أن يكون جزءا من الحل، وبالتالي هم يشعروا أن هناك توترا شديدا في الأوضاع وتسارعا بالأحداث، ولا يريدوا أن تكون الزيارة بهذه المناسبة على وجه التحديد. ألهم لحن أغنية فريق الرجاء المغربي في بلادي ظلموني الفلسطينيين لإنتاج عمل فني مماثل تحت عنوان تعبنا يا بلدنا لإنهاء الانقسام بين حركتي حماس وفتح والدعوة إلى وحدة وطنية تحت راية فلسطين. هذا تقرير لزهراء ديراني. من المدرجات المغربية إلى ملعب الوحدة الفلسطينية هزت ألحان أغنية في بلاد ظلموني شباك الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وعزفت على وتر المصالحة الوطنية لحن الوحدة. تعبنا يا بلدنا صرخة وجع أطلقها الثنائي شادي البوريني وقاسم النجار. ألا فرق بين فتحوي وحمسوي إلا بحب فلسطين. اسمعني يا خي الحمساوي، أنا خي الدم يستحيل أن يصبح ماء مهما سعت إسرائيل سعيها، فأبناء هذه الأرض التي رواها الشهداء بدمهم تؤكد الأغنية أنهم متمسكون بوحدتهم ومتماسكون أمام عدوهم. الأغنية تناولت هموم المواطن الفلسطيني ووضعه المعيشي والانقسام السياسي، وذكرت بوصية الشهداء ووجع الأسرى واللاجئين وحق العودة، ودعت وسائل الإعلام إلى توحيد الأمة تحت راية واحدة. إحنا بدنا إعلام يجمع على الوحدة يشجع، إحنا بطلنا نجمع لما تعبنا يا بلدنا وغيرها من الأعمال الفنية التي حثت على الوحدة لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل المغردون مضامينها التي تسكنها فلسطين. رغم الغرب الوطن منسينا، فلسطين تسكن فينا في جوا عينينا. وحول هذه الأغنية ينضم إلينا من نابلس الفنانان الفلسطينيان قاسم نجار وشادي البوريني. مساء الخير قاسم وشادي،
حياكم الله بداية، ويعني كنا نتابع هذه الأغنية ولقت رواج كبير وانتشار كبير، إلى ماذا ترجعان هذا الانتشار للأغنية وهذا الاهتمام فيها؟ إلى المفاهيم التي طرحتها، الموضوعات، الكلمات، اللحن، المضمون، إلى ماذا يعود يعني انتشار واستقبال الرأي العام والجمهور لهذه الأغنية بهذا الشكل اللافت؟ خليني أسأل شادي بالأول. يلا شادي. نعم، إحنا أولا مساء الخير. مساء النور. الانتشار كان بالأساس هو تعطش الناس لهذه الكلمات، وتعطش الناس لحدا يحكي وجعها ويحكي شعورها. فأتوقع أنه أكثر شيء ساعد في انتشار الأغنية، مثل عادتنا بكل أغنية، إحنا بنتناول الأغاني، بنحس بالشارع، بنكون من ضمن الناس اللي متواجدة بالشارع. كيف الناس بتفكر، كيف الناس نفسيتها، شو الأمور اللي مؤثرة على شعبنا الفلسطيني أو حتى على حالتنا العربية، بنتناولها بطريقة شعبية قريبة من الناس. وأتوقع هو كان السبب الرئيسي أنه تناولنا هاي المرة الانفصال أو الانقسام بين الحركتين بطريقة أنت أخوي وأنا أخوك، بطريقة عاطفية نوعا ما، وهي حركت مشاعر الناس. ما كنا منتقدين لهم، كنا ناصحين لهم بصوت الشعب، بصوت الأخوة، بصوت المحبة. ونفس الوقت تناولنا المشكلة المعيشية للمجتمع، وهي مشكلة مهمة جدا. ذكرنا الشهداء، وإحنا من قبل أيام ومن حتى هاي الأيام القريبة جدا نفقد شهداء أعزاء على قلوبنا. لهيك بتوقع أنه الأغنية لامست. يبدو فقدنا التواصل مع شادي وقاسم، نحاول التواصل معكم لاحقا. قاسم، أولا شادي انقطع الاتصال، إذا كان ممكن أن تعيد آخر جمل قلتها. نعم. الكلام كان أنه قرب الناس من الحالة الاجتماعية، وقربنا من الشعور بأهالي الشهداء، أهالي حتى البيوت اللي تهدمت، كل هاي مشاعر وحتى مشاعر متكررة وجديدة على الشعب الفلسطيني. فتناولها في أغنية وفي لحن مثل هذا اللحن، طبعا وجه تحية للشعب المغربي وتحية لجمهورهم. نعم. جمهور الرجاء اللي احنا اقتبسنا هذا اللحن منهم. من خلال هاي المضامين العدة، عدة أمور، قدرنا نوصل لهذا الانتشار الحمد لله. هذا المحاكاة، إذا جاز لي التعبير أن أقول قاسم، للأغنية المغاربية التي انتشرت وأشار إليها شادي في بلادي ظلموني، هل أيضا لعب دور بأنه الأغنية أغنيتكم انتشرت لأنها اعتمدت على لحن ربما الناس يعني تتابعه الآن، أو ألفته في هذه المرحلة؟ في البداية مساء الخير، مساء الخير لكم مستمعين قناة الميادين قناة الوحدة العربية، ومنتشكركم انكم سلطتوا الضوء على هاي الغنية اللي تدعو لوحدة الشعب الفلسطيني، في ظل هناك بعض أبواق الإعلام اللي قاعدة بتقسم الشعب الفلسطيني وبتفرق بالشعب الفلسطيني. فتحية لقناة الميادين. تسلم. اللي احنا احد متابعينها واحد من المؤمنين برسالتها الثورية ورسالة المقاومة. بالنسبة للحن، يعني اللحن جميل جدا، ولكن اللي أشهر الغنية أكثر طبعا مضمون الغنية، هو مضمون معالجة الانقسام، مضمون أنه 12 سنة ذبحتونا خلاص بكفي، اسمعوا شعبنا الفلسطيني واسمعوا فصائلنا، اسمعوا يا قياداتنا بأنه بكفي، بدنا وحدة وطنية، بكفي إنهاء الانقسام، لأنه 12 سنة إحنا في مربع للانقسام اللي أنهكنا. حتى إحنا أنا وشادة أنهكنا فنيا، بدل ما نغني ضد الصهيونية، بدل ما نغني ضد الاحتلال، إحنا قاعدين نغني ضد الانقسام. بدل ما قناة الميادين وعدة القنوات الإعلام العربي المحترم، بدل ما يسلط يعني كل هم وكل جهود ضد جرائم الاحتلال، قاعد بصير إنه همه بس يوحد الفصائل الفلسطينية، المثقف، الكاتب، الشاعر إلى آخره، أنهك الانقسام. فكانت هي صرخة باسم الشارع الفلسطيني، باسم الوجع الفلسطيني، باسم المقهورين من هاي الحالة، لأنه وخصوصا بعد صفقة القرن اللي
أعلنها ترامب اللي هي مرفوضة طبعا، ولكن إذا بنظلنا إحنا هيك بحالة انقسام راح نكون بشكل صعب نواجه صفقة القرن، فلازم نواجه صفقة بالمناسبة القرن. بالمناسبة قاسم الكلمات كيف كتبت يعني؟ يعني الكلمات انا وشاهد كل اغانينا احنا بنكتبها دائما. احنا في عندنا على فكره كل نهايه سنه في عندنا تقليد انا وشاهد نطلع بقصيده، يعني مثلا اجت 2014 اجت 2015 اجت 2018، ولكن هاي المره حبينا ان نعملها اغنيه. كتبنا الكلمات وحطينا احنا المواضيع المعينه، انه مثلا الشهداء الاسرى، مثلا الحجه ام ناصر هي بتمثل الام الجريح وام الشهيد الفلسطيني الصابره، حكينا مثلا عن اخويا حمساوي واخويا فتحاوي زي ما حكى لك شهادتنا تناولناها بطريقه ايجابيه، يعني في التالي يا حمساوي ويا فتحاوي ما ان احنا غير بعض. تناولنا كل المواضيع بطريقه سلسه اعجبت الناس. يعني الكلمات يعني موضوعه بشكل متقن بحيث انه الاستمتاع والتدقيق فيها اكثر، ايضا يعني بموازاه الاستمتاع طبعا بلحن الاغنيه والى اخره، ولكن في كلمات معينه تلامس يعني تلامس تقريبا هموم الشعب الفلسطيني عموما، وفي يعني في بعض الجمل العميقة كما كنا نستمع، يعني مثلا عندما تحدثت عن الخطاب الإعلامي على سبيل المثال، يعني في نوع من ملامسة مباشرة للواقع بكلمات بسيطة. أنا عشان هيك خليني كمان أوجه، يعني بديش إنه أنا أبين إني عن بطري أو عم بجامل أو عم بنافق قناة الميادين، ولكن كل التحية لقناة الميادين اللي حطت هاشتاج الحرية لكريم يونس. واحنا على فكره لما شفنا هذا الهاشتاج برضو احنا دعمنا بغنية، دعمنا هذا الهاشتاج وحطينا اسم الاسير البطل كريم يونس 37 سنه الاسير. انا بدي اسالك كمان شادي حول الرساله، يعني رساله انهاء الانقسام او الاسرى او الى اخره، هذا النوع من الاحتجاج، يعني هذه الاغنيه تقع في اطار الاحتجاج على واقع سياسي معين، هذا النوع من الاحتجاج الغير سياسي الغير حزبي الغير منتمي إلى تيار أو إلى أيديولوجيا معينة، إلى أي حد له تأثير بتقديرك في الشارع؟ يعني اليوم الأغنية بهذا الشكل إلى أي مدى باعتقادك يمكن أن تشكل تأثيرا على النخبة السياسية وعلى الشارع في آن معا؟ طبعا الكلمات لما تكون بهذه الطريقة هي بتأثر على المجتمع كامل بكافة أطيافه، راح يتقبل الأغنية، أنت راح تسمعها إن سواء كان انتمائك فتحاوي حمساوي جبهاوي أي كان تنظيمك، أنت راح تسمعها وتسمعها بروحك أنت، يعني تسمعها أنت كأنك بتتحدث عن نفسك أو تتحدث من نفسك. بالإضافة إنه كثير من الناس نفسهم وطنيين في هاي الأحزاب وفي هاي التنظيمات راح يتناول أغنية، وهذا اللي صار. يعني كثير من الناس الشخصيات المعروفة بالفصائل كلها نشرت الأغنية وكتبت نعم هاي بتمثلنا وهاي بتمثل فكرنا أو بتمثل إحنا شو حابين أو شو إرادتنا، كانت سهلة إنها توصل للطرفين. بالعادة الأغنية اللي بتكون منتمية لحزب معين أو لجهة معينة مباشرة راح ترفضها الجهة الثانية بدون استماع إلها بدون صحيح. تحليل إلها راح ترفضها، ولكن انت لما تحكي بلسان الجميع فهذا شيء بخلي الجميع يسمعك. الحاله اللي حكينا عنها بفلسطين هي بتمس كل عربي، بتمس كل انسان شريف في العالم. يعني اتوقع انه كثير من اشقائنا العرب الاشقاء الاحباء دائما بينشروا هاي الاغنيه. انا وصلتنا انا وقاسم رسائل من موريتانيا من السودان من يعني من بلاد كثيره، يعني بيطالبوا فينا انه نتحدث عن مشاكلهم او نتحدث عن احنا عملناه بالاعمال مثل حكى لك قاسم، عملناه دائما بالسلسله احنا بنتناول الهم العربي كامل. هاي المره خصصنا الموضوع لفلسطين لحتى تكون الرساله اقوى واكثر تاثيرا على الساحه المحليه الفلسطينيه. شكرا جزيلا شادي البوريني، قاسم النجار، الفنانان الفلسطينيان، كنتما معي مباشره من نابلس، شكرا جزيلا.
أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا الفنزويلية لولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات. وخلال حفل تولي الرئيس الفنزويلي مهامه الرئاسية الدستورية التي جرت بحضور العديد من القادة ووفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم، أقسم مادورو بالحفاظ على سيادة بلاده واستقلالها، مضيفا أنه يمتثل إلى الدستور والديمقراطية. أقسم باسم شعب فنزويلا وإرث أسلافنا والمحرر سيمون بوليفار، أقسم بإرث قائدنا هوغو تشافيز وبأطفال فنزويلا والمستقبل، بأنني سألتزم بدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية وبالدفاع عن سلامتها المطلقة، وبأنني سأذهب بالبلاد للازدهار الاقتصادي والاجتماعي وبناء اشتراكية القرن 21. وقع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون مرسوما يشطب فيه اسم العراق من قائمة الدول الأعداء. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يجيز إجراء تبادل تجاري مع العراق حتى نهاية شهر آذار مارس المقبل. ويأتي ذلك بعدما أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن زيارة لمسؤولين عراقيين إلى إسرائيل، ما أثار استياء وغضبا في الأوساط العراقية. في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية بالتحري بشأن المزاعم عن زيارات لوفود عراقية إلى إسرائيل. أكد الرئيس العراقي برهم صالح عقب مشاورات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة أن العراق يسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب من دون استثناء. الرئيس العراقي الذي زار قطر على رأس وفد حكومي دعا إلى بناء منظومة علاقات ترسخ العلاقات العربية والإقليمية بما يحقق المزيد من التفاهم والحوار البناء ويساعد على تنمية البلدان وتقدمها. بدوره أمير قطر أكد وقوف بلاده إلى جانب العراق سياسيا وأمنيا ومساندته في تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التقدم. إلى تونس، حيث اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد براهمي النيابة العامة بإيهام الرأي العام بأنها فتحت تحقيقا في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. وقال عضو الهيئة رضا الرداوي أن أعمال النيابة العامة اقتصرت على إجراءات أولية بهدف منع بحث حقيقي في القضية. نعتقد اليوم أنه رانا باش نخرجوا، وهو نعلموا هذا اليوم ونصرحوا به، رانا باش نخرجوا إلى أشكال نضالية أخرى في إطار مباشرة مواجهة مع النيابة اللي خاطر مع الأشخاص اللي خاطفين مؤسسة النيابة. سنتصدى لعملية خطف النيابة العمومية بأشكال النضالية الملائمة اللي ستضطرهم أنه يحفظوا التشكاية أو يحيلها. ما ندبروش عليهم شي يعملوا، ما ندخلوش في القضاء شي يعمل. أما القانون قال وقت الناس تقدم شكاية يا إما نحفظوها ونأخذ فيها شهادة حفظ أحنا، وإلا هو يأخذ فيها قرار في فتح بحث. غير هذوما الزوز لن يتمكن من أنه يمارس السطو ويمارس الاختطاف. نعرفوه مرهون عند حركة النهضة، ونعرفوه مرهون عند الإرهابيين، ونعرفوه شريك للإرهابيين، ونعرفوا الناس اللي هو يتسطر عليهم اليوم. في تونس، تعثرت الجولة الأخيرة من مفاوضات الزيادة على أجور موظفي القطاع العام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مع اقتراب موعد الإضراب العام. لأيام فقط قبل موعد الإضراب العام المقرر في 17 من الشهر الحالي، تعلق جلسة المفاوضات في زيادة أجور الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من دون التوصل إلى أدنى اتفاق، برغم كون الزيادة التي اقترحتها الحكومة تكلف الموازنة نفقات إضافية تصل إلى 230 مليون دولار فقط. إلا أن الوفد المفاوض غادر الجلسة مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم بعد مقترحات جدية ومسؤولة. في كل الحالات إلى آخر لحظة باش نبقوا نتحاوروا، ولكن إلى آخر لحظة باش نخدموا إضرابنا باش يكون ناجح ويكون رسالة قوية للي يحب يصم أذانه على مطالب شعبه. بين مطرقة تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي بعدم زيادة كتلة الأجور وسندان التزاماتها إزاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين، تدخل حكومة الشاهد المفاوضات بهامش محدود للتحرك في مناخ اجتماعي محتقن وتوتر
في صفوف المدرسين الذين يلوحون بإمكانية المرور بسنة تعليمية بيضاء إذا لم تحقق الحكومة مطالبهم. مركز الثقل هو التوازنات الاجتماعية وليس التوازنات الاقتصادية. الكل يعلم أن يوسف الشاهد مناوراته محدودة وكذلك اتحاد الشغل البحث عن حل قريب والبحث عن حل عاجل. حكومة لا يمكن أن تخرج من المربع المرسوم لها ولا يمكن أن تتنكر للإملاءات الأجنبية ولا يمكن أن تقدم شيئا للاتحاد هذه الأيام وهي تنتظر وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس، وبالتالي الذهاب إلى الإضراب هو ربما الأقرب للأسف. بتوجس كبير من احتمال انفلات الأمور في الشارع يتابع التونسيون تطور المفاوضات في ظل تخوفات من تجدد سيناريو ثورة الخبز إذا ما تمترس كل طرف وراء موقفه، وحاول البعض الاستثمار في الأزمة بسكب الزيت على النار. في التوافق وتجنيب البلاد مخاطر انفجار الاحتقان الاجتماعي مصلحة للجميع، وخصوصا أن الإضراب العام إذا ما نفذ ستكون له كلفة اقتصادية مباشرة عالية وأخرى غير مباشرة لا تقدر بثمن، أولها فقدان ثقة المستثمرين. عماد شتارة، تونس، الميادين. تستمر التظاهرات في السودان حيث قتل في تظاهرة مدينة أم درمان 3 أشخاص ليصل عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات إلى نحو 19 شخصا وفق الإحصاءات الرسمية. يستمر الشارع السوداني متظاهرا هنا في أم درمان وغيرها من المدن السودانية متكبدا اليد الأمنية التي تعالج بها السلطات التظاهرات المطلبية، حيث أوقعت حتى الآن 19 قتيلا واعتقل فيها نحو 800 شخص وفق الإحصاءات الرسمية، رغم أن الرئيس السوداني أوصى بألا تطلق على المتظاهرين، بينما تقول المنظمات غير الحكومية إن عدد قتل تظاهرات الأسابيع الثلاثة الماضية تجاوز 40 قتيلا. معارضو الرئيس عمر البشير وتجمع المهنيين يدعون إلى استمرار التظاهرات ويحتشدون في الشوارع، ارتفاع لأسعار المواد الاستهلاكية ونقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم وصلت نسبته إلى 70%. ساحات السودان باتت معرضا لمن يحشد أكثر ويثبت أحقيته بإعلاء الكلمة. هنا الساحة الخضراء في العاصمة الخرطوم، وتلك الجموع من أنصار الرئيس السوداني في أكبر تظاهرة دعت إليها أحزاب الحوار الوطني في مسيرة سلام السودان، مؤكدة سعيها إلى دعم استقرار الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. عدد الحضور مناقب الرجل وجاء هو ليقول كلمة الفصل، الشعب هو من يقرر من سيحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة، ليست على بعد سنتيمترات من عصا البشير، إنها في ربيع 2020، وترشح الرئيس البشير فيها مؤكد، ونيته التخلي عن منصبه وترك فرصة لمرشح آخر مستبعدة. يقول إنه لن يترك السلطة إلا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لا من خلال المؤامرات، نفسها تلك الانتخابات التي أبقته في منصبه 3 عقود متواصلة. قال ممثل منظمة العفو الدولية في تركيا أنه من الصادم بعد مرور 3 أشهر من قتل خاشقجي أنه ما من تحقيق دولي للكشف عن قاتليه، وهذا لا يضمن سلامة الصحفيين والناشطين في المملكة السعودية والعالم إجمالا. اليوم بعد 100 يوم على اختفاء جمال خاشقجي وقتله في القنصلية السعودية في إسطنبول، من الصادم حقا أننا بعيدون جدا عن تحقيق العدالة في مقتله. 100 يوم مرت من دون أي تأكيد ملموس أن تحقيقا دوليا تحت سلطة الأمم المتحدة سيجري في القضية، وهذا هو المطلوب لضمان العدالة في القضية، لجعل وضع الصحفيين والناشطين أفضل في المملكة العربية السعودية وحول العالم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان حالة طوارئ في البلاد إذا لم يجري حل أزمة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. وفي تصريح للصحفيين قال ترامب إن لديه هذا الحق، لكنه أمل أن يتم ذلك عبر اتفاق مع الكونغرس، مذكرا بأنه يمكن تغطية تكلفة الجدار الفولاذي خلال عدة أشهر. أعلن حزب العمال البريطاني أن زعيمه جيرمي كوربن سيدعو اليوم إلى إجراء انتخابات عامة إذا خسرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفقا لنص الخطاب الذي سيلقيه كوربن اليوم في ويكفيلد شمال إنجلترا ونشر حزب العمال مقتطفات منه، فإنه سيقول إنه إذا لم تتمكن الحكومة من إقرار أكثر تشريعاتها أهمية فسيتعين حينها إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة.
هو أقدم صانع عود في العراق أو شيخ العوادين كما يلقب. فؤاد جهاد بلغ 80 من عمره ولا يزال متمسكا بهذه الحرفة. هذا تقرير لمحمد الفهد. دندنات ترسم البهجة على وجه صانع العود العراقي فؤاد جهاد، وتعيده إلى أيام زمن جميل مضت. بلغ 80 من العمر وأنامله ما زالت تحمل هذا العشق والوفاء لمهنة بدأها منذ 60 عاما. بداية من ذاك الوقت اشتغلت واحد للإذاعة الكردية، وبداية اشتغل من 57 وما يعني حب المصلحة بدايت بيها من ذاك الوقت واهسي بيها عمي ما أقدر أعوفها. يلقبه بعض معاصريه بشيخ العوادين، فكل شيء قديم هنا، لكأن هذه الورشة تشيخ كصاحبها الذي يقلب صور مراحل عمره منذ العهد الملكي. بس أنا الكبر وأروح وأجي أشتغل، أجي أشرح حد المكاين ويبني وأغلى العواد العراقية، لأنه عودنا مرغوب، عودنا خفيف وزن حتى ينطي صدى. علاقة قديمة تنضح بالذكريات بين شيخ العوادين والعود العراقي. أنغام آلة تمتاز بالمتانة وجمال الأداء هي خلاصة صناعة تقليدية يكفي فؤاد أن يصنع منها اثنتين في الشهر الواحد. علاقة روحية تربط فؤاد بورشته منذ 6 عقود. شغف المهنة وحب أنغام ما تنتجه أنامله سر استمراره في هذا الإنتاج الذي يعد من أهم مقتنيات الفنانين العرب. محمد الفهد، بغداد، الميادين. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. بومبيو يقول أن واشنطن تسعى إلى إنشاء تحالف استراتيجي مع مصر والأردن ودول الخليج لمواجهة إيران، ويلوح بعودتها عسكريا إلى سوريا. باليأس أو بالانهزام رغبا. عشرات القتلى والجرحى من قوات هادي في هجوم نوعي على قاعدة العند في لحج. القاهرة تتدخل لوقف التصعيد بين فتح وحماس، والحركة تؤكد عدم ممانعتها عودة السلطة إلى معبر رفح. مادورو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية جديدة، ويتعهد بالحفاظ على استقلال وسيادة فنزويلا. كما في النشرة على وقع أنغام مغربية أغنية فلسطينية تناشد لإنهاء الانفصال. مزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين.نت وباللغة الإسبانية spanol.الميادين.نت. إلى اللقاء.